إخواني، كان من المفروض أن نبدأ هذا التقرير بالكلام عن الشأن الوطني كما هي العادة، فنحن لم نتخلف في يوم من الأيام عن أن نذكر قضيتنا الأولى كأمة وهي قضية فلسطين. ولكن هذه المرة نظرا لما يقع مما هو كبير، ارتأيت أن أفتتح كلمتي بالكلام في هذا الموضوع قدر المستطاع، وأعترف من الآن أنني لن أتمكن من ذكر كل ما دعاني إلى أن أفتتح هذه الكلمة بموضوع فلسطين. وأول ما أقول لكم هو أن مقترح إطلاق هذا الاسم، اسم طوفان الأقصى، على هذه الدورة هو مقترح من الأخ رئيس المجلس. بطبيعة الحال يعني يقع بيننا التشاور دائما حول هذه الأمور، لم أتردد ثانية واحدة، وهو يعني يذكر ذلك جيدا، لم أتردد لحظة ثانية واحدة في أن أوافق على هذا المقترح المشرف لنا، وسأذكره في النهاية. بطبيعة الحال هذا الاختيار، اختيار شعار الدورة واختيار البدء بالموضوع، له أسباب طبيعية. أولا، نحن أمة واحدة، أنا أقول هذا الكلام وأعلم أنكم تعلمونه، ولكن هنالك من يحاول أن يضبب الصورة وأن يشوش عليها. أقوله لكم وأقوله لمن يسمعكم، وخصوصا لأبنائكم وبناتكم الذين لم ينشأوا في هذا المنطق ربما، ولا يحسنون تقدير الأمور على حقيقتها. فما هو الفلسطيني؟ وما هو السوري؟ وما هو العراقي؟ وما هو الإيراني؟ وما هو الجزائري؟ وما هو المصري؟ وما هو المغربي؟ وما هو التونسي؟ وما هو الموريتاني؟ وما هو، ولو ذهبت يعني أسرد يعني الأوطان والجنسيات التي إن لم تكن كلها فمعظمها من المسلمين لطلب لي الوقت. هذه أيها الإخوة الكرام أمة واحدة بنص القرآن، هذه أخوة كاملة تتجاوز أخوة الرحيم، إلا إذا كانت أخوة الرحيم كذلك متبوعة بأخوة الإيمان. وكيف يكون الأخ مع أخيه؟ هل يكون الأخ مع أخيه مشغولا بالرقص والغناء والفرح والسرور في الوقت الذي أخوه يعاني ما يعاني إخواننا في فلسطين؟ هذا هو الحد الأدنى الذي نشعر به والذي نشأنا عليه. ربما بعضكم معشر الإخوة الكرام سنهم بين 30 و40، لم تشهدوا ما عشناه خصوصا منذ 67، لأننا إلى حدود 67 كنا ما نزال أطفالا ولم نكن قد تتبعنا الأحداث، ولكننا عرفناها فيما بعد. فمنذ 67 والجرح يدمي في قلوبنا وصدورنا، ونحن نتتبع قضية إخواننا في فلسطين. قد تقولون إن الاستقلال الذي أدركناه وأدركته بعض الشعوب لم يكن تاما وكاملا، لكن هنالك فرق، هنالك فرق بين من عنده دولة يدخل إليها ويرجع منها ويأكل فيها ويعيش فيها ويتزوج فيها بدون إكراه، ويسافر منها ويرجع إليها ويحمل أوراقها ويحمل جوازها، وبين من لا دولة له ولا استقلال له ولا أوراق له ولا جواز له ولا، يعني هذه قضية نشأنا فيها وشهدنا
تفاعل الأمة. كانت القضية الفلسطينية في المملكة المغربية قضية تنافس بين الأحزاب السياسية وبين الدولة ساعتها وبين بعض الجهات، من يقدم لها أكثر ومن ينصرها أكثر. وإن نسيت فلا أنسى، وضروني أذكركم للمرة ليست الأخيرة، سأذكركم بهذا أكثر من مرة، أنه في سنة 68 جاءت فرقة مسرحية فلسطينية إلى الرباط وألقت يعني مسرحيتها، وكان المسرح ممتلئا بكل ألوان الطيف وكل أعيان المدينة وكل الزعامات السياسية وكل يعني كبار القوم، وكانت تهتز القاعة اهتزازا يعني. وأنا عمري 14 سنة ولا أذكر حتى كيف استطعت أن أتسرب إلى المسرح، كانت القاعة تهتز اهتزازا بتصفيقات الناس. ولما ختمت المسرحية تطوعت النساء بحليهن المضام ديال الذهب والسرات اللي تعرفوا المغربيات انتن ولله، والرجال بالأموال، وقام شاب يعني قدم نفسه لكي يذهب مع الإخوان الفلسطينيين إلى فلسطين ليقوم بواجبه كإنسان مغربي مسلم يشعر بأن هذه القضية قضيته. وحدثتني نفسي أن أفعل نفس الشيء، وأنا ساعتها ابن 14 سنة لم أفعل، ولكن غدا من الغد صباحا كنت عندهم عند الممثلين الفلسطينيين في فندق في الرباط، كان اسمه الفندق الكبير ربما سيغير اسمه الغرانت أوتيل، ودخلت عليهم في غرفتهم وقلت لهم أريد أن أذهب معكم، قالوا لي اذهب إلى السفارة المصرية، فكانت تلك الكلمة كافية لكي ترجعني إلى بيتي، لأنني أصلا لم تكن عندي يعني القدرة الإدارية على أن أبحث عن الإدارة عن السفارة المصرية وأقترح عليهم هذا. كان يا إخواني كانت الدولة المغربية تفرض ضرائب من أجل فلسطين، كان ضريبة ديال السينما وضريبة ديال التدخين تقتطع، إذا دخلنا السينما كنخلصوا واحد الورقة خاصة بفلسطين فيها 4 ريال ولا 6 ريال ما كنعقلش، ولا شريتي القارو إلى آخره. بل إن نسينا لن ننسى أن الحسن الثاني رحمه الله أرسل جنودنا إلى الجولان وإلى سيناء للمشاركة في الحرب ضد إسرائيل، وما زال جنودنا هناك، ما زالت جتامينهم المقدسة ذهبوا وكانوا شهداء، ولم يستنكر أحد ذلك. هذه هي الروح، هذه هي القضية الحقيقية، هي الروح ديالنا كمغاربة وكمسلمين. وهذه الروح لم تكن بالنسبة إلينا، بل كل الدول، مصر وسوريا والعراق واليمن وكل الدول ولبنان، لن ننسى ما عاناه لبنان يعني مناصرة الإخوان الفلسطينيين. كانت القضية الفلسطينية تدق أبوابنا سياسيا هنا في المغرب، هذا هو، لأن هذه هي كانت الأمة قريبة من مرجعياتها، وقريبة من مراحل نضالها، وقريبة من مراحل تضحياتها من أجل الاستقلال، وكانت هذه هي الروح العامة. ثم وقع ما وقع، ويعني دخل إخواننا الفلسطينيون في مسارب التفاهمات ولم يوفي لهم الإسرائيليون، بل يعني بالفرنسية يقولون اللي زومنيون بطو، يعني أدخلوهم في متاهات خلال 30 سنة لم يتحقق شيء للأمة الفلسطينية. وجاءتنا حكومة حتى في إطار هذه الدولة المسماة إسرائيل لم تكتفي باحتلال الأرض الأصلية التي أعطيت لها من قبل من لا يجوز له إعطاء ما لا يملك سنة 48، ولم تكتفي ب
يعني احتلال الضفة والقطاع، ولكنها أضافت إلى ذلك حكومة متطرفة تقتل عيانا بيانا، تقتل إخواننا الفلسطينيين أمام أعيننا في العالم وتعتز بذلك، وترفض أن يحال القاتلون على المحكمة ولو سوريا، وتدخل المسجد الأقصى كل أسبوع مرات متعددة بالعشرات بل بالمئات، ونحن نشعر بالعجز ونشعر بأن الوقت الذي فيه قد يهدم المسجد الأقصى قريب جدا، ونشعر بالهوان. ورغم يعني المناوشات التي بقيت في قطاع غزة أو بعض المناوشات التي بقيت في الضفة، فقد كنا نرى أن ليس قطار التطبيع ولكن قطار القضاء على إسلامية الأراضي الفلسطينية وعروبتها وعلى مقدساتنا، المقدسات بالنسبة للشعوب كلها أغلى من كل شيء، الأرض تسترجع لكن المقدسات ماذا بعد ضياع المسجد الأقصى لا قدر الله؟ هل سننتظر حتى يأتونا لي يعني أخذ المسجد النبوي لا قدر الله بمعنى المدينة المنورة بحجة أنهم كانوا هناك قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ربما مكة لأن إبراهيم حسب طبيعة الحال ما يقولون، وإن كان هذا صحيحا في الأصل هو الذي بنى الكعبة وهو أبوهم وجدهم، ولكنه ليس أبوهم ولا جدهم وحدهم. فهذا الكلام الذي أقول لكم ما كنت لأقوله لكم، أنا سمعته بأذني من إمام المسجد الأقصى في الرباط، حكاه لنا، جاء يقول لنا، لا أتذكر هل هو نفس الإمام الذي يوجد اليوم ولكن أظن الذي سبقه، وش هو الشيخ عكرمة؟ لا، الشيخ عكرمة هو اللي كاين دابا، اللي قبل منه قال لنا باللي زوجة الإمام ديال المسجد الأقصى أو زوجة الحاكم العثماني الذي كان هناك لا أتذكر، لما يعني أظن يعني نفوها لتخرج من مسكنها وجمعت حاجاتها، قال لها من قريون إلى أين ستذهبين؟ قالت سأذهب عند الملك عبد العزيز ملك السعودية ساعتها، قال لا أخبريه أننا اليوم أخذنا يعني فلسطين وغدا سنأتي لنأخذ مكة والمدينة لأن جدنا إبراهيم هو الذي بناها. فهذا ماشي كلام، وأكثر من هذا أننا كنا نائمون في العسل وكنا نظن أن في جميع الأحوال سيبقى الفلسطينيون في فلسطين، لا، المخططات كانت على أشدها لدفع فلسطيني غزة إلى مصر وإعادة احتلال غزة، ولدفع فلسطيني القطاع إلى الأردن، وربما لدفع فلسطيني 48 الذين عندهم الجنسية الإسرائيلية كذلك إلى الأردن أو إلى مكان آخر. كل هذا جعلنا نشعر ليس بالهزيمة فقط أمام هذا الكيان الإرهابي الغاصب، ولكن جعلنا فضلا عن كون التطبيع بطبيعة الحال سائرا في اتجاه تصاعد، ووصل إلى بلداننا ومنها بلادنا، ويعني اقترب أو كاد كان قاب قوسين أو أدنى من أن يصل إلى أرض الحرمين. لقد كانت قضية فلسطين مهددة بالموت ولم يكن أحد يعرف حقيقة ماذا سوف يقع.
حتى جاء هذا اليوم المبارك العظيم الكبير الذي هو يوم 7 أكتوبر 2023، الذي قامت فيه المقاومة الفلسطينية، وليس على رأسها حماس، بل حماس. ولا نقول هذا لأننا نريد أن ننزع عن الآخرين فضل المساهمة في المقاومة، ولكن كل شيء يجب أن يذكر في إطاره. الذي قام بهذه العملية هو حماس، ولم يكن يعلم بها أحد إلا قياداتها التي خططت لها وقامت بها، والآخرون انخرطوا في ذلك، وليس في هذا أي عيب، بل هو عمل يعني مشروع ومشرف ومأجور. هذا العمل أيها الإخوة الكرام لم يكن متوقعا وليس مسبوقا، وهذه واحدة من الأمور التي دعتنا إلى أن نعطي هذا الاسم لهذه الدورة، لأنها أثبتت لنا كأمة أننا رغم الآلام والحصار منا من يستطيع أن يفاجئ الخصم ويفاجئ العدو، والحرب خدعة كما قال صلى الله عليه وسلم، فليس من الضروري أن تكون كل أوراقنا مكشوفة وكل ما نفعله يعلمه العدو قبل أن نعلمه نحن، مع أنه كان للعدو جواسيس في قطاع غزة، وكانوا في بعض الأحيان يسخرون من المبعوثين الأمميين ويخبرونهم بما تغدوا به وتعشوا في غزة، دليل على أنهم يتابعون كل شيء. ولكن إخواننا في حماس فجأوهم، والطوفان الأقصى حدث غير مسبوق ولم يكن متوقعا، وهذا الطوفان أول ما أحيا القضية الفلسطينية التي كانت على شفا الموت، خصوصا 30 سنة بعد أوسلو، والتي بكينا يومها كالأطفال، لأننا في الحقيقة بفطرتنا قبل 30 سنة لم نكن متفقين على ذلك، ولم نكن لنثق في أن إسرائيل تنحو من حس السلم وستسمح يعني لإخواننا الفلسطينيين بأن تكون لهم دولة مستقلة على حدودها. هذه القضية، هذا الطوفان أيها الأخوة الكرام أحيا قضية القدس والمسجد الأقصى، الذي كذلك كما قلت لكم كاد أن يضيع. وأخبروني كيف كانت سوف تكون حياتنا لو رأينا المسجد الأقصى يحطم بعد أن تعلقت قلوبنا به وبقبته منذ ميلادنا، وما تزال يعني تراودنا أحلام أن نصل في يوم من الأيام إلى تلك البقعة المباركة التي بارك الله فيها، ونصلي في المسجد الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء. إذا وقع ذلك سنشعر أننا فقدنا الإمامة التي قلدنا الله إياها. هذا الطوفان أيها الأخوة الكرام عنده شاهد عجيب يعتبره علماء الحديث، وهو أن الأمة استقبلته بقبول حسن، فهذا من المعايير. الأمة لا تجتمع على ضلال، أمة الإسلام فرحت بهذا الطوفان رغم أنه يعني رافقه يعني موجة عاتية وتسونامي إعلامي قام به الغرب بالإجماع ليتهم حماس بأنها منظمة إرهابية قتلت الأطفال واغتصبت النساء وأحرقت الجثث، وهذا كله إن كان بعضه وقع فقد وقع في إطار يعني انفلاتات لأشخاص لا ينتمون إلى حماس، ولكن معظمه كذب وبهتان. جعل رئيس الولايات المتحدة يرجع فيعتذر ويقول لقد صدقت أكاذيب، وإلى الآن لم تستطع إسرائيل أن تبين لنا طفلا واحدا محترقا
أو مقطوع رأسه كما ادعوا. نعم نعم، وهذه حرب قتل فيها من قتل، وقتل الإسرائيليون فيها من بعضهم البعض كذلك من قتل، وربما نفس العدد الذي قتله الفلسطينيين أكثر. ولكن التاريخ أيها الأخوة الكرام لم يبدأ سنة 23 ولا في 7 أكتوبر، هذا رد اعتداء ودفاع عن النفس بعد 75 سنة من المعاناة والجرائم والمذابح. أين صبرا وشتلة؟ وأين المذابح التي وقعت في لبنان؟ وأين المذابح التي وقعت بعد ذلك ولا تزال اليوم؟ يعني أين هي كل هذه؟ كل هذا تناساه العالم الغربي. ولكن إخواننا في حماس لم يثبتوا فقط بأنهم أقوياء وقادرون على أن يهزموا الجيش الذي لا يقهر، لأن غير هذه بوحدها. أنا غنقول لكم واحد القضية، شنو موقع الآن؟ نفترض أي شيء وقع، حماس ارتفع نجمها في السماء وزعماؤها ارتفع نجمهم في السماء، وعلمونا وعلموا الأمة الشيء الكثير الذي سوف يكون مرحلة جديدة في تاريخ ليس قضيتنا الفلسطينية، ولكن في سبيل إعادة إحياء أمتنا من جديد. فهذه الأمة الإسلامية تقبلت هذا الطوفان بقبول حسن وفرحت به رغم تسونامي الإعلامي المهيمن على العالم. رغم ذلك هذا الطوفان أيها الأخوة الكرام أحيى الحركة الإسلامية. لا تنسوا أننا كنا حديثي عهد بمقتل رئيس دولة من العيار الثقيل والأستاذ محمد مرسي، وأن رئيس الحركة الإسلامية في تونس دخل السجن، وأن الحركة الإسلامية يعني تعاني في الأرض كلها، وأن المغرب انتقلت فيه الحركة الإسلامية وحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليها، ينتمي إلى الحركة وإلى التيار من مرحلة المرتبة الأولى إلى المرتبة يعني الثامنة، وهذا نوع من أنواع القتل رغم الأخطاء التي وقع فيها إخواننا. هذا نوع من أنواع القتل الذين قتلوا هذا التيار، ظنوا أن الحركة الإسلامية انتهت وأنها ستزول أو ستصبح هامشية. هذا الطوفان أحيا حزبنا كذلك، حيث أنه منذ 7 أكتوبر يشعر المناضلون في حزب العدالة والتنمية والمناضلون في الحركة الإسلامية في عموم الأرض بانتعاشة جديدة، وأن يعني إعادة الانبعاث للقيام بالأدوار التي تلزمنا ولا نستطيع الفكاك منها. نحن لا نستطيع أيها الإخوة الكرام أن ننزع هذا التوب ونرمي به ونذهب إلى بيوتنا لكي نعيش يعني عيشة يعني الطبيعة. لا، هذا إذا فعله اليساريون أو فعله غيرهم فلا يشعرون بالمحاسبة، نحن سنحاسب أمام الله، والأوامر لنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والوقوف في وجه الفساد إلى آخره، هذه في القرآن الكريم. كيف سنفعل مع القرآن الكريم؟ سوف نقفز عليها حين نصل إليها، هذه مسؤوليتنا، سنبقى فيها إلى أن نلقى ربنا. وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهذا داخل في صلب العبادة. أحيا طوفان الأقصى الحركة الإسلامية التي كانت تعاني من ضربات الأعداء الأقارب والأباعد. نعم، وهنا لابد أن نتوقف لأقول ملاحظة مؤلمة، وهي أننا رأينا أن الدول العربية بصفة عامة لم تسعف إخواننا الفلسطينيين بشيء إلا بالنظر اليسير، وكأن هنالك إجماع لولا بعض يعني المحاولات من هنا ومن هناك خصوصا من إخواننا في اليمن. ونحن نفهم أنهم لا يحبون حماس ولا تيار حماس، لكن إذا تقبلنا هذا فإذا نقول لهم أن الذي يعاني اليوم ويقتل
ويقصف ويجوع ويعطش ويحرم من الدواء وتنتشر فيه الأوبئة والأمراض ليس هي حماس. قد تكون حماس تعاني، لكن الذين يعانون هم 2,200,000 مواطن فلسطيني لا علاقة له في الأصل بحماس كتنظيم، ولم يشارك في هذه، وفيه رجال وفيه نساء وفيه أطفال، أكثر من 10,000 طفل في أقل من 100 يوم، يعني حوالي 100 قتل، 100 طفل يوميا. وأسوأ من القتل بتر أعضاء الأطفال، 10 أطفال تبتر أعضاؤهم كل يوم. كنقول أنا هذا الطفل هذا اللي مات ارتاح، لكن هذا الطفل المسكين الذي ضاعت منه يد أو ضاعت منه رجل أو فقد عينه، أو يعني هذاك، وكتشوفوا هذاك المناظر المؤلمة التي يعني لم تنفطر لها القلوب والأكباد الحجرية الفولاذية التي قدت من صلب، وما يزال يعطونهم الإذن. هذا الطوفان خلصنا من عقدة الجيش الذي لا يقهر. وأنا أقول لليهود الموجودين في إسرائيل أو ما يسمى إسرائيل، صحيح لحد الآن استطعتم أن توهبوا هذه الأمة بأنكم جيش لا يقهر، وكنتم تستمتعون فوق تلك الأرض وتظنون أنكم ستخلدون فيها، لكن منذ 2006 ولنكن صرحاء، منذ أخرجهم حزب الله بالقوة من جنوب لبنان، لعل بعض الإخوة قلت لهم لا يمكن أن يبقى اليهود مطمئنين وقد رأى باقي الفلسطينيون بأنهم كالآخرين يهزمون ويخرجون ويتركون أحذيتهم. وأما اليوم وقد هزمتكم حماس هذه الهزيمة النكراء، فتأكدوا أن الجوار كله والأمة العربية كلها والأمة الإسلامية كلها مقتنعة بأنكم كالآخرين تهزمون إذا استعد لذلك، وإذا تسلح المستعدون بالإيمان، وأنه سيأتي يوم يخرجونكم فيه من تلك الأرض. ولكن أريد أن أقول لكم شيئا أكثر من هذا، هو أن ما تفعلونه اليوم من قتل ومن تدمير ومن، لا تسعفوني الكلمات فأنتم تعرفون ما يقع أكثر مني، وهذا صحيح لأنني لم أعد قادرا على تتبع الأخبار في على شاشات التلفزيون. أريد أن أقول لهؤلاء اليهود إنكم اليوم أثبتتم أنكم لستم أهلا لقيادة البشرية، لأن الذي يقود البشرية يراعي اختلافاتها ويراعي تنوعها ويعدل بينها ولا يسرف حتى إن غلب في القتل. وأذكركم أن نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا إذا حاربنا أن نقتل شيخا أو نقتل امرأة أو نقتل طفلا أو نقطع شجرة أو نقتل حيوانا إلا إذا كان سنستفيد منه في الأكل أو في غيره. بهذه الأخلاق انتشرنا في الأرض على مدى 14 قرنا، ولأنكم تفتقدون لهذه الأخلاق ولأنكم عنصريون ولأنكم لا تؤمنون إلا باليهودي الذي أمه يهودية، ففي النهاية سوف تغلبون وسوف تخرجون وسوف ترجعون ليحكمكم غيركم كما كان ديدنكم منذ 2000 سنة، ولقد كنتم يشهد الله بخير نسبيا حتى وإن كنتم تعانون، ولكن يعني كان أمركم مستقرا بصفة عامة خصوصا في هذه المراحل، فذهبتم تقيمون دولة
على أنقاض شعب آخر وأرض لا تملكونها وتتصرفون بهذه الطريقة؟ ها أنتم اليوم تجرجرون في المحاكم الدولية لأن هنالك دولة إفريقية تشجعت وتحملت هذه المسؤولية لما لم يقدر إخواننا العرب ولا المسلمون على تحملها وهي دولة جنوب إفريقيا. ولا بد رغم الخلاف أن نهنئها على ذلك. ها أنتم تجرجرون ولا تجدون حجة، لأن بنت باديني لستم أهلا لكي تحكموا شعوبا أخرى. وفي النهاية أقول لكم ربما لستم أهلا حتى لتحكموا أنفسكم. فلهذا فأنا أقول لكم أنا الذي كنت أؤمل في أن الصلح بينكم وبين الفلسطينيين ممكن في إطار دولتين أو أحسن من ذلك في إطار دولة واحدة كما وقع في جنوب إفريقيا. أقول لكم اليوم لم أعد أؤمن بهذا، أؤمن بشيء واحد وهو أنكم في النهاية ستفقدون قيادة فلسطين وقد تبقون معنا كما كنتم دائما. إذا كنتم تريدون اليوم سلما حقيقيا فقوموا بانتخابات يشارك فيها الجميع ولا تخافوا من الأعداد، الذي معه الصواب سوف ينتصر، وإذا حكمكم المسلمون ستكونون بخير إن كنتم تريدون. طبعا أنتم ستسخرون من كلامي ولكن أنا أقول لكم كلاما صادقا، وأريد أن أضيف إليكم إن أكبر دليل على ما أقول لكم أنكم في الوقت الذي تعذبون فيه أسرانا وتجوعونهم وتسيئون إليهم أشد الإساءات، في نفس الوقت حماس في أنفاقها، في جوعها، في مشاكلها، في صعوبة تموينها بالماء والدواء وكل شيء، تحسن إلى أسراكم وتحسن معاملتهم. وليست الشهادة مني ولا من حماس ولا من الفلسطينيين، من الرجال والنساء الذين تمكنتم من استرجاعهم في إطار مفاوضات حقيقية، حيث لم تتمكنوا من استرجاع يعني أسير واحد بما تدعونه من قوة، وإنكم لا تبالون بأسراكم وإنكم تتمنون أن يقتلوا، تتمنون أن يقتل أسراكم حتى لا يبقى هنالك حجة عند الآلاف من الأسر الإسرائيليين الذين يطالبون يعني باسترجاعهم. ولهذا فأقول لكم أنكم مع الأسف الشديد لستم في المستوى، وستخرجون من فلسطين كما دخلتم إليها، إلا من أراد أن يبقى مع المسلمين. في التاريخ حميناكم وآويناكم ودافعنا عنكم، في التاريخ. تتكلمون عن المحرقة، لسنا نحن الذين أحرقناكم، الذي أحرقكم هي ألمانيا وهتلر، إحنا شنو درنا لكم؟ والذي عذبكم والذي طردكم هي 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 إسبانيا في إطار ما سموه لا ريكونكيستا، يعني إعادة الاسترجاع الأراضي، وهم لم يكونوا حتى من الإسبان الأندلسيين الذين كانوا يعيشون مع المسلمين في سلام. يوم أخرجوكم لم تجدوا مكان إلا المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر وتركيا وهذه الدول، وعشتم معنا يعني هذه القرون كلها. وقبل ذلك بل إن ملوكنا كانوا يضعون في بعض الأحيان بين أحيائكم الملاح، المغاربة كانوا يضعون لليهود مكان خاصا بهم يسمون الملاح، الجميع يعرف هذا، وبين القصور مداخل حتى إذا وقع احتكاك مع بعض المسلمين يعني تجدون مخبأ في قصور ملوكنا. أين هذا من سلوككم أيها الهامج، أيها المتوحشون، أيها الظالمون، أيها القتلة، أيها المجرمون؟ لا تقوم الحياة بالقوة وحدها، لا تقوم الحياة إلا بالعدل، وما دمتم لا تملكون العدل فإن انتصاراتكم ستبقى محدودة في الزمان وإنكم ستهزمون. لقد أقنعنا طوفان الأقصى
أننا أمة يمكن أن تقوم بأعمال بطولية وأن تستعد لها أحسن استعداد، وأنها يمكن أن تنتج قيادات عبقرية، يمكن أن تهزم أعظم الجيوش وتضرب الأمثال الأسطورية في التضحية والسبق إلى لقاء الأعداء عوض التحصن في الخلف. لأن الحضارة الغربية كتقول للرئيس ديال الجيوش يبقى اللور مخبي، فهمتيني ولله. نحن هذه الحضارة التي نحن أبناؤها تقول للقادة أن يتقدموا الجيوش. عوض التحصن في الخلف، وأن تعيش مع جنودها، تأكل كما يأكلون، وتشرب كما يشربون، وتلبس كما يلبسون، وتعاني كما يعانون، فتحب جنودها ويحبهم جنودها، وتضحي مثل ما يضحون، بل بنفسها وأسرها مثلهم، بل تتسابق معهم على الشهادة، وتذكر بالسلف الصالح لا باللحى الطويلة والجلاب القصيرة، وإن كنا لا ننتقد ذلك، بل بالأخلاق الرفيعة التي تعلو بها الشعوب. لقد ذكرتنا حماس بكل هذا، وما ذكرتنا به حماس يجب أن نوطن النفوس عليه، وأن نعيد بناء منظوماتنا كلها على أساسه، لأنه هو الذي أثبت القدرة على الصمود. لقد علمتنا حماس أننا يمكن أن نكون مضرب الأمثال في حسن معاملة الأسرى والمسجونين، ولا نسعى للانتقام في الوقت الذي يعذب أسرانا عندهم، وأن شعوبنا يمكن أن تصمد وتصبر على الجوع والعطش والمرض والقصف وموت الأطفال وبتر أعضائهم وقتل النساء والرجال والشيوخ والعجائز وتدمير العمران والنوم في العراء وكل أنواع الاعتداء الهمجي الغير المسبوق دون شكوى ولا تأفف، فلله ضركم. كيف استطعتم أن تحققوا كل هذا؟ إننا مشدوهون من 2,200,000 مواطن لم نسمع شكوى من أحد منهم يشكو حماس، ولم نرى أحدا يتأفف منهم، مع أنهم فقدوا البيوت التي يسكنونها فلم يبق لهم شيء تقريبا، وحرموا من الطعام وحرموا من الشراب، إنهم يشربون ماء الأرض الوسيخ الغير الصحي، ويأكلون يعني وجبات يعني هزيلة ومملة إلى آخره، وغير كافية بدون شك وإلى آخره وإلى آخره. وإذا خرج أحدهم من تحت الأنقاض وقد فقد معظم أبناء أسرته يقول إذا كانت المقاومة بخير فأنا بخير، إذا كان ضروري أنا مستعد أن أقصف مرة أخرى. كلام كبير ذكرنا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان أحدهم حين يصاب في الغزوة والقتال إذا استفاق يسأل أول شيء عن رسول الله، كيف حال رسول الله؟ فإذا كان رسول الله بخير فإنه لا يبالي ما يقع له. كيف استطعتم أن تحققوا كل هذا؟ هكذا خصها تكون الشعوب ديالنا، هكذا خصها تكون الهيئات ديالنا، هكذا خصها تكون الأحزاب ديالنا، ماشي يلعنوا بعضنا بعضا. واستطعتم أن تصبروا على خذلان أمتكم الغريب القريب منها والبعيد، والتي لم تسعفكم إلا بالنزر اليسير الذي لا يساوي شيئا أمام محنتكم، وكبدتم وتكبدون عدوكم الخسائر المؤلمة رغم تفوقه الجوي والبري والبحري، ولم ترهبوا تحالف العالم الغربي. هذا الشيء راه جديد، هذا الشيء العالم كله كان معروف إلى ماشي الغرب، إلى أمريكا قالت كلمة في حق دولة يبيت مواطنها أيقاظا ولا ينامون. فكيف أن أمريكا تأتي ببوارجها الحربية ويكون ذلك سببا لافتخار مواطن من غزة خرج من تحت الأنقاض قال غزة يعني لمحاربتها أمريكا تأتي بالبوارج؟ معنى ذلك أننا دولة عظمى، معنى ذلك أننا دولة عظمى، فأصبح يفتخر
بأنه غزة لمقاومتها يحتاجون إلى بوارج حربية تحمل الطائرات، ولم ترهبوا تحالف العالم الغربي ضدكم، وعلى رأس أمريكا الدولة التي كلمة منها ترعب الدول والشعوب. لقد رفعتم رؤوسنا عاليا وعلمتمون أن الشعوب تريد الكرامة أولا. صحيح كل شيء الشعوب تتبغي تأكل وتتبغي تشرب وتتبغي تعيش وتتبغي تزوج وتتبغي تدير الحفلات، ولكن الشعوب أول وقبل كل شيء الذي يهمها هو الكرامة. ولما رأى سكان غزة وفلسطين والأمة العربية والإسلامية أن حماس أرجعت لهم نصيبا من كرامتها من كرامتهم، يعني تقبلوا ما فعلت. ولو جاز أن يسمح لنا بالرحيل كما يسمح للمرتزقة مع الأسد من الجانب الآخر أن يذهبوا إلى ما يسمى بإسرائيل، نحن لسنا مرتزقة، نحن سنذهب بأموالنا وإمكانياتنا. إن منا من يأمل أن يذهب إلى فلسطين فقط لكي يموت مع إخوان غزة، ماشي باش ندخلوا الأنفاق، احنا ماشي وجه الأنفاق ولا نقدوا عليها أنت ولله، احنا صافي لأن الله أعطاه. فلماذا؟ لأنه في غزة شيء اسمه الشهادة، والشهادة شيء عزيز عند المسلم، أعظم المحبين للحياة يتمنون الشهادة، لأن الشهيد بخلاف الآخرين لا يموت بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم ربهم من بعد مفرحين بما آتاهم ربهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الشيء احنا كنآمنوا به، ولا ما كناش كنآمنوا به خصنا نآمنوا به، وخص يقوى الإيمان ديالنا به وخصنا نتمنوه. هذه هي الحياة الحقيقية. أما أكل شرب نام تناسل هذا حتى الحيوانات تفعله. أن الشعوب تريد الكرامة أولا وتريد الكرامة أخيرا، وهي مستعدة للتضحية بكل شيء مقابلها، وأنها في العمق تعاني من مشاكل سياسية لأن نخبها لا تشبهها ولا وتحاول أن تتشبه بالغرب، هذه النخب المارق عوض التمسك بمرجعيتها وسبب وجودها وسر عزها وانتصارها. وانظروا أيما شخص تمسك بالمرجعية إيمانا والتزاما وعملا ودعوة إلا وتجدون الناس يلتفون حوله. كان بعض المفكرين المصريين يذهب إلى بعض المجالس في المساجد يجلس إليها وهو مفكر كبير، يعني يحفل الناس بكتابته ويقول ما الذي جعل هؤلاء الناس يأتون عند هؤلاء العلماء ولا يأتون عندنا؟ لماذا رجل كالشيخ كشك أعمى لا يرى بعينيه ولكن يرى ببصيرته؟ كان يلقي الخطبة في القاهرة فتنتشر في العالم الإسلامي كله حتى عند الأعاجم. لماذا؟ نقول هذا للذين ما زالوا معرضين عن مرجعيتهم، إن كنتم تريدون عز الآخرة فعليكم بمرجعيتكم الأصلية، إن كنتم تريدون عز الدنيا فعليكم بمرجعيتكم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وسبب وجودها وسر عزها وانتصارتها عبر التاريخ، وصمدتم ما يقرب من 100 يوم وكل يوم بالنسبة إلينا معجزة، فتقبل الله منكم وشكر لكم وتقبلوا منا نحن المقصرون في حقكم الخجلون من أنفسنا أن نهدي لكم دورتنا هاته ونطلق عليها عبارة اسم طوفان الأقصى المبارك، لا لشيء إلا لكي نكون قد يعني ساهمنا بمثقال ذرة في مسيرتكم، وسامحونا إذا قلنا لكم أننا خجلون. فاليوم أتاني خبر أن هنالك يعني خرج ملايين متظاهرين إلى الشوارع في أكثر من 120 مدينة عبر العالم عبر 45 دولة وفي 6 قارات في تطور تاريخي للحركة العالمية المناهضة للحرب للمطالبة بإنهاء قصف غزة واليمن. هذه مسيرة عالمية لنصرة فلسطين انطلقت من لندن واستجاب لها الناس
في العالم كله، أحييتم أحرار العالم الذين كانت يعني على أعينهم غشاوة من الإعلام الصهيوني والمتصهين الغربي الأمريكي والأوروبي. هذه الأساطير الفارغة اليوم تفرغ من محتواها، وينتبه الناس أنكم على حق وأن الأرض أرضكم. واحد وخمسون في المئة من شباب أمريكا يرون أن حل القضية الفلسطينية يكون بخروج اليهود من فلسطين ورجوعهم إلى أراضيهم الأصلية، إلى بلغاريا، إلى روسيا، إلى أوكرانيا، إلى دول أوروبا الشرقية، إلى دول أوروبا الغربية، إلى أمريكا، إلى حيث كانوا. وإن كنا نحن نرى أن هذا هو الأصل، وأنه ليس هنالك حرج في أن يبقى يعني من أراد من اليهود أن يعيش بين الفلسطينيين، فإننا نقول لهؤلاء اليهود مرة أخرى: لستم أهلا لتحكمونا. ونحن أثبتنا بالتاريخ أكثر من 14 قرنا أننا أهل لأن نحكمكم. فمهما يعني عاندتم التاريخ سيغلبكم التاريخ، ومهما حاولتم مستأسدين علينا بأمريكا وأوروبا وغيرها يعني أن تهزمونا بقوة سلاحكم وتطوركم التكنولوجي، فإن النهر لا يغلب البحر. وإن كنتم اليوم 7 ملايين فنحن مليار ونصف من الناس، ولكن هذه عصبة مؤمنة قليلة هزمتكم وأذلتكم أمام العالم، وسيستمر إدلالها لكم مهما وقع ومهما فعلتم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.